لليوم الثالث على التوالي يحتفى الصبأ المندائية في البصرة وفي مختلف بقاع الأرض احتفالاتهم بعيد الخليقة. عبر أبناء الطائفة عن سعادتهم بهذه اللحمة التي تعيشها مختلف الطوائف في البصرة، كما باركوا للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك. شكرا. باسم الحي العظيم أقدم تهانينا وتباركنا لإخواننا المسلمين بشهر رمضان مبارك عليهم، وقدم تهاني لجميع أهلنا المندائين بالعراق والعالم في هذه الأيام المباركة اللي هي أيام البرونية، أيام الخلق النوراني، وإن شاء الله دائما نكون بالعراق التعايش السلمي والأخوة الطيبين اللي ما شاء الله هسه احنا من أول يوم وهذا اليوم يعني الحقيقة جاي نشوف كل المكونات اللي جاي شو توصل لنا وتباركنا بهذه المناسبة. نتمنى إن شاء الله أنه أهلنا المندائيين اللي موجودين في باقي الدول نتمنى أنه يجون ويشوفون العراق ويشوفون البصرة الحبيبة اللي هم طلعوا من عندها فرق كلش هواي، يعني ما شاء الله، يعني انه هسه احنا هاي جايين نأدي طقوسنا باحترام وتقدير والحمد لله، يعني الكل جاي يتبارك لنا وماكو يعني اي فرق بيناتنا هسه احنا، بالعكس بصرة بصرتنا وبصرة الكل ان شاء الله يا رب. هذا الشعب العظيم وهذه السلالات مصدر فخر لنا، هي تعطينا الدافع الرئيسي أن نوقف بوجه الهجمات أيا كانت اللي وجهت نحو العراق. أقول لكم ابتعدوا عن كلمات ومصطلحات الاستعمار، الطائفة والطوائف والمكونات، قولوا أبناء العراق، دستور واحد، حاكم واحد يحكم أبنائه الجميع بالسواسية والعدل كما حكم حمورابي عندما وضع مسلته. اليوم الثالث أنهم مستمرين من الصباح الليل و ماخذين راحتنا وبكل امان وبكل هدوء راحة بال قاعد نأديها، والناس فرحانه ومبتهجه، ولحد ساعه متاخره جدا البارحه من الليل العوائل متجمعه هنا وكانت محتفله بشكل جميل جدا. حكومه البصره المحليه اكدت وعلى لسان رئيس مجلسها ان البصره للجميع، مبارك لابناء الطائفه المندائيه ايام البرونايا، لافتا الى توجيه الحكومه المحليه نحو اعاده تاهيل المعبد الخاص بالطائفه. حقيقه زيارتنا اليوم زياره ود ومحبه واخوه لاخواننا الصابئه المندائيين بعيد الخليقه الصابئي، وحتى نبعث رساله للجميع بان العراقيين هم اخوه وتربطهم روابط تاريخيه كبيره ولهم عمق تاريخي، وان شاء الله عازمين على أن تكون البصرة للجميع وتكون البصرة منبع للازدهار والمحبة والأخوة والتآلف، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونقول لهم إن شاء الله أخوة أعزاء وفي القلب إن شاء الله. بالبداية أول ما دخلنا الإخوان كنت أتحدث ويا الأخوة الأعضاء، إن شاء الله عازمين على نطور هذا المكان يكون أفضل إن شاء الله. عضو مجلس المحافظة عن المكون المسيحي وجه التهاني للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وللصابئة بمناسبة يوم الخليقة، معبرا هذا التلاحم رسالة مهمة للداخل والخارج. بالبداية أقول لإخوان المسلمين كل عام هم بخير هذا الشهر الكريم، أقول لهم قبل الله صيامهم وطقوسهم الدينية. هاي رسالة نبعثها اليوم بعيد الخليقة للصابئة المندائين، هذا الانسجام وروح المحبة والتآلف بين جميع الطوائف في البصرة والعراق، نبعث رسالة محبة وسلام كل الطوائف الغادرة هذا البلد الجميل، ونبعث لهم رسالة تواجدنا اليوم مع الصابئة المندائين رسالة المحبة والسلام والانسجام، واتمنى لهم يرجعون هذا لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة.